أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة السائل من الرقة سوريا يقول: فضيلة الشيخ، والدي رحمه الله ترك لنا وصية من المال، تركها عندي لتوزيعها، فمن هذه الوصية عطيت خالي منها وهو لا يصلي أبدا، ودائما أنصحه ولكن لا فائدة، وإن كان قد أدى الصلاة بعد فترة، فهل تجوز أم ماذا؟ وهل يلحقني إثم في ذلك؟ إذا كان هذا الذي ذكرته قد تاب إلى الله ورجع إلى دينه وحافظ على الصلاة فلا بأس بما أعطيته من الزكاة. أما إذا كان لم يتوب إلى الله ومات وهو لم يتوب إلى الله وتارك للصلاة، فإنه يلزمك أن تخرج بدل المبلغ الذي أعطيته، تخرجه وتعطيه لفقير مسلم. نعم.